منتصر محمد ناصر محافظة ذي قار قضاء سوق الشيوخ التحصيل الدراسي درست في مدرسة اليرموك الابتدائية ثم مدرسة سبع نيسان متوسطة سبع نيسان ثم إعدادية سوق الشيوخ وتركت الدراسة في إعدادية سوق الشيوخ ثم ذهبت إلى الجيش. بديت العمل سنة 1999 تقريباً 1999 1999 بديت العمل. كان عمي هو يعني استاذ مال شغل، كنا بس نوزع شغله، يعني احنا نجيب شغل ونوزع للعالم، تجي العالم تشتغل عندنا. وبديت العمل انا يعني مهنتي ظليت اشتغل بيدي من 99 تقريبا، نهايه 99 اي. وكان يعني شغل بسيط نوعيتين، هو مقطع ومنديلي وسلاله، يعني طور الشغل يعني وي مرور الزمن تطور الشغل مثل اي صناعي تتطور. احنا هسه هذا خياطنا هم تطور، تعلمت احنا بعد هو الشغل 24 ساعه قدامنا، ونشوف اخواني يشتغلون وانا من يقومون اخواني اقعد بمكانهم اشتغل شويه نبذه نفتين يعني خيط خيطين، وسهله شفتها سهله بيدي واستمريت بهذا الشغل. لا اكثر من نوعيه، يعني الهيلة هي الرئيسية بالعباء، الهيلة احنا نسميها الهيلة، هاي الوسطانية هي الهيلة، بديت بيها واستمريت. كانت هيلة مقطع وهيلة منديلي، انا اشتغلت مقطع كانت اسهل المقطع واستمريت. لا احنا هاي منطقتنا هنا ابعد عن جد، يعني هاي الشغلة شلون احنا مشهورين بيها، منطقتنا مشهورة بيها، الكل تشتغل يعني أبعد عن جد، هي احنا هاي شغلتنا، نشتغل محافظات يعني نجف بغداد لان كان الرئيسيات، كنه بصرة عمارة كل المحافظات يجيبون لنا شغل، يعني مثل ما تقول الجملة نلزم ابو محل يودينا فد مثلا 50 عبا 100 عبا. واحنا هنا بعد هاي تتقسم مراحل، يعني كل شخص يشتغل له مرحله مقسمه الى اربع مراحل خمس مراحل. الابي هسه تطور، هسه احنا نسميه موديلات، يعني اكثر من نوعيه حسب ما شفت هسه الرسم، يعني كل عبا والها رسمها، كل عبا والها الوانها، كل عبا يعني ولونها، يعني اي زبون يريد اي نوعيه نرسمها، يعني حتى لو هيك يعني مخيلته يقول اريد هيك هيك احنا نرسمها ونسويها، يعني هذا الشغل مثل ما تقول تطور.